السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم وأحييكم أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج أطفالنا والكتاب. ندعوكم لمتابعة فقراتنا الممتعة وإن شاء الله تستفيدون منها في آخر حلقة من برنامجنا. معرض الشارقة الدولي للكتاب، قصة ثقافية أدبية ترويها سنوياً عاصمة الثقافة العربية والإسلامية الشارقة لعشاق القراءة والثقافة والأدب. نظمه وتشرف عليه هيئة الشارقة للكتاب، ويشارك فيه عدد ضخم من العارضين ودور النشر. من أول دورة انطلقت للمعرض وهو يشهد تطور كبير في كل دورة جديدة، سواء من ناحية الكتب المعروضة أو الفعاليات والورش المقامة، وحتى من ناحية الدول اللي يحلون ضيوف في كل عام. ثلاثين دورة حافلة بالنجاح وغرس حب القراءة والمطالعة في نفوس الملايين اللي ارتادوا ويرتادون المعرض بشكل سنوي، منهم قادمين خصيصا من أجل زيارة المعرض ومعرفة كل ما هو جديد في عالم الإبداع والكتابة. معرض الشارقة الدولي للكتاب هو فرصة لكل كاتب يقدم إبداعاته، والكل قارئ ينهل من ثقافة الكتاب والأدباء والمبدعين، مما ينتج عنه ارتقاء المجتمع فكرياً وسلوكياً. اعتادت مؤسسة الشارقة للإعلام أصدقائنا تغطية كل تفاصيل هذا الحدث الشارقي عبر برامجها المختلفة، ومن بينها برنامج أطفالنا والكتاب اللي حاولنا من خلاله وفي أيام المعرض أن نحصر أهم الفعاليات والورش ونقدمها لكم أخواننا وأخواتنا المتابعين. نتمنى أن كنا على قدر من المسؤولية وعكسنا لكم صورة جميلة عن المعرض. في لقائنا اليوم تردنا عجلة الزمن إلى أجمل الأيام ونستذكر أهم وأجمل الفعاليات اللي قدموها المشاركين هذا العام. جدا لكم التحية أخواني أخواتي في ورشة قرائية لقصة بعنوان مشهور بالصدفة. تعالوا مع بعض نتعرف على الورشة. أنا الحين متواجدة قدام ورشة عنوانها لفت انتباهي رسوم ضوئية. تعالوا نشوف أصدقائنا شي يتعلمون فيها. موسيقى
وتعلمت أشياء يعني ما كنت أعرفها، صرنا نلون باللون الأسود ويعني تعلمنا كيف نرسم ونتعلم كيف نعمل بكاميرات وأكثر من شغلة كمان. عملت هيك وعملت كأنه يعني أشياء تطلع حوالينك، يعني نفس سحر بطلع من وراك. حياكم الله أخواني وأخواتي، أنا متواجدة أمام ورشة لشخصية ألهمتنا التميز وعلمتنا نمحي كلمة المستحيل من قاموس المعاني. خلكم ويانا. هو الأب المؤسس لدولة ما عرفت معنى المستحيل من يوم تأسيسها، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. عايشنا حياة سموه بالوثائق والآثار والمقتنيات في ورشة حياة زايد. متواجد في ورشة يتعلم منها أصدقائنا كيفية تجليد وصناعة كتب المصغرة لأول مرة في حياتهم مع الأستاذة مياكا وأكاي من اليابان. تابعونا. السلام عليكم، تعرف عليك؟ اسمي ريم عيسى، عمري 10 سنوات. شو سويتي في الورشة؟ صممنا كتب، أول سيبنا أوراق ولزقناهم، وعقب خيطنا الدفتر، وعقب صممنا على شكل نجمة. تعرف عليك؟ اسمي زهراء من العراق. ممكن تخبرينا شو سويتي في الورشة؟ سوينا كتاب صغير، أول شيء أعطونا أوراق ومثل شغلات عشان نسويها، فيها أوراق وكان في أبرة وخيط. أول شيء لازم نحط الأوراق وأي لون تريدون تحطوه، بعدين تجيبون الأبرة وتدخلون الخيط بالحفرة راح تسويها بالنص، وبعدين تدخلون الأبرة من جديد وتلفون الهاي ونسوي الكتاب. تعرف عليك؟ ليماس. ممكن تخبرينا يا ليماس شو سويتي في هالورشة؟ الأول عملنا ورق صغير، بعد كده عملنا حب، وعملنا الدبوس، ولما خلصنا الدبوس عملنا ستام. السلام عليكم، تعرف عليك؟ جنى. ممكن تخبرينا شو سويتي في الورشة؟ أنا عملت كتاب. كيف سويتي الكتاب؟ أول حاجة إحنا لازم جبنا ورق، بعد الورق إحنا جبنا حبل، وبعد كده عملنا الكتاب. شو استفدتي من هاي الورشة؟ ان احنا انا استفدت فيها ان احنا نعرف نعمل كتاب. اشكر كل زملائي المراسلين اللي شاركوني في تقديم حلقات برنامج اطفالنا والكتاب، ان شاء الله استمتعتوا واستفدتوا من خلال معرض الشرق الدولي للكتاب تحت شعار قصة حروف. نلقاكم ان شاء الله على خير اخواني اخواتي في مواسم قادمة من هذا المعرض الجميل ومن هذا العرس الثقافي. نلقاكم على خير ان شاء الله، ومع السلامة.